السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف أقوم بحل درس سأصنع مركبا فضائيا. في البداية أتأمل غلاف القصة ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها. عندنا هنا ما عنوان النص؟ عنوان النص هنا صاروخ في الفضاء. من كاتبها؟ كاتبها رنا عناني. من راسم صورها؟ هدى حداد. عما يمكن أن تحدثنا؟ تحدثنا عن السفر إلى الفضاء. عن السفر إلى الفضاء. بعد ذلك يحكى النص سأصنع مركبا فضائيا حلما عن السفر إلى الفضاء. يحلم الطفل أن يسافر بمركبته إلى أين؟ إلى القمر في الفضاء. أما هنا أكمل فراغات في الكواكب المناسبة. المريخ الأحمر تحيط به الغازات. زحل ذو حلقة خلابة من الغاز. المشتري أكبر الكواكب. الشخصية التي ترافق الراوي في رحلته هي عمر. المركبة التي انطلقت بها الرائدون المركبة جميلة، نوافذها صغيرة، مفاتيحها كثيرة. هذه هي الإجابات. الآن ننتقل للصفحة التي تليها. سأطير في مركبتي عاليا في السماء وانطلق ورفيقي عمر إلى الفضاء. أضف القمر كما رآه الطفل. جميل ولكنه قاحل، لا نهر فيه. أرتب أحداث النص طبعا أو الحلم. رقم 1 سأصنع مركبة فضائية. 2 أنطلق إلى الفضاء. 3 دخول المركبة مدار الكرة الأرضية. 4 إيقاظ الأم للطفلتين. الآن البلد الذي أعيش فيه عمان. يعالجنا عند المرض طبيب. نشربه ونسقي به النبات ماء. كلمة بمعنى شارع طريق. وجبة بين الفطور والعشاء غدا. عندنا الكلمة المفقودة هي ماذا؟ هي عطارد. وانتهينا من درس الاستماع. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثاني لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة.